يقول السائل: يقولون إن دولة السعودية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مع أني أرى أنها على منهج أهل السنة والجماعة بفهم السلف الصالح، فما هو الصواب؟ ومذهب الإمام أحمد ما هو على منهج السلف الصالح؟ الإمام أحمد من أئمة السلف الصالح رحمه الله ورضي عنه، فهو من الأئمة الأربعة من المحدثين ومن أئمة السلف الصالح، ولا نقول إنه معصوم ولا يخطئ، هو وغيره كلهم يخطئ، الإمام أبو حنيفة يخطئ، الإمام الشافعي، الإمام مالك، كلهم يخطئون لأنهم غير معصومين، ولكن خطأهم مغفور، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد على اجتهادهم. فالإمام أحمد من أئمة أهل السنة ولكنه ليس بمعصوم، فنأخذ ما وافق الدليل مع الإمام أحمد أو مع غيره، والذي على مذهب أحمد هو على مذهب أهل السنة والجماعة، والذي على مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي هو على مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله، ولهذا تسمى مذاهبهم مذاهب أهل السنة ويقال لهم أئمة أهل السنة. نعم.